ازاي ناكل اللحمة محمرة وفي نفس الوقت طرية وبتدوب كده في البق واحنا بناكلها؟ لو عايزين ناكل لحمة بطعم حلو، او عاملين لحمة وطلعت ناشفة، او حتى كانت بايتة وعايزين نجدد في طعمها، يبقى شوفوا الفيديو ده. انا عاملة معاها كمان فتة، بس مش عادية من جمال كل مكوناتها، خصوصا الرز الابيض هيبقى ادمان بعد كده من جماله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. عشان اسلق اللحمة في حلة على النار، هجيب معلقتين كبار سمنة، اسيبهم يسخنوا جدا، وبعدين انزل بقطع اللحمة بالتدريج، واحدة واحدة تاخد صدمتها عشان تفضل طرية ومحتفظة بالعصارة بتاعتها جواها. اسيبها بدون تقليب لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين اقلبها على الوش التاني تاخد نفس اللون. انزل عليها بالمية المغلية اغطيها كلها، وبعدين احط لها بصلة متقطعة ارباع، شرايح جزر، 3 ورقات لوري، 3 فصوص حبهان. اسيبها تغلي الاول، وبعدين اشيل اي ريم يظهر على الوش عشان ناخد شوربة صافية خالص. وبعد كده انزل بطماطمية مضروبة او مبشورة ومعلقة صغيرة سكر، هتسرع تسوية اللحمة وهتدينا طعم حلو. دلوقتي اقدر احط الفلفل الاسود، وما حطيتوش من الاول عشان كان هيتشال مع الريم اللي شلناه قبل كده. اهدي النار خالص واسيبها تستوي براحتها عشان ناخد نتيجة مظبوطة للحمة. هنسويها على نار هادية عشان انسجة اللحمة ما تشدش معانا وتفضل طرية. اغطي عليها واسيبها تستوي، وفي الوقت ده اعمل الصلصة. هجيب كيلو طماطم اقشرها واقطعها مكعبات صغيرة واضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. هحط حلة على النار فيها معلقة كبيرة زيت ومعلقتين كبار سمنة، اسيبهم يسخنوا، وبعدين انزل عليهم ب10 فصوص ثوم مفرومين، اقلب فيهم لحد ما ريحة الثوم تطلع، واول ما تطلع احط 4 معالق كبار خل، اقلبهم مع بعض، وبعدين احط 4 معالق كبار صلصة، اقلبهم شوية عشان لونها يتركز، واحط لها معلقة صغيرة سكر عشان المزازة والحموضة اللي فيها تروح. انزل عليها بعصير الطماطم واحط لها مكعب مرق الدجاج، اسيبها لحد ما القوام بتاعها يتقل، واول ما يتقل كده هحط لها التوابل، معلقة صغيرة فلفل اسود وبابريكا، نص معلقة صغيرة كمون، ورشة شطة. اظبط الملح بتاعها، وما بحطش التوابل من الاول عشان ما تغمقش لون الصلصة. اسيبها تغلي غلوتين كده، وبعدين اشيلها من على النار. هروح للحمة بعد ما قربت خلاص من السوا، احط لها الملح بتاعها واسيبها تكمل سوا تاني وتتملح حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة، هتبقى جاهزة خلاص. اللحمة هتكون استوت وبقت طرية ولونها حلو قوي، الشوربة كمان صافية خالص ومركزة وطعمها تحفة. أرفعها من على النار وأجيب العيش أقطعه بالمقص شرايح بالطول وأحطهم فوق بعض وأقطعهم مكعبات صغيرة. أرص العيش ده في صاج، وفي طبق أحط ربع كوباية سمنة ومعلقتين كبار زيت وربع معلقة صغيرة سكر، دي هتدي للعيش قرمشة ولون حلو قوي. هنحط كمان ملح وفلفل وكمون وكزبرة، فصين ثوم مفرومين، ممكن نزود بصل بودر وبابريكا أو أي توابل بنحبها. نقلب كله مع بعضه، وبعدين أتبل العيش ده بيهم من كل الجهات، أو أقلبهم كلهم على العيش الأول وبعدين أرجع أرصه في الصاج تاني، أدخله الفرن يتحمص ويخرج باللون والتحميصة دي، طعمه بيبقى تحفة بجد، كأنه مقرمشات بالظبط. ممكن العيش البيت عندنا نستغله بالطريقة دي، بيبقى حلو قوي. ودلوقتي هعمل الرز الأبيض. هحط 3 معالق كبار سمنة ومعلقة كبيرة زيت في حلة على النار يسخنوا، وبعدين أحط 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي، أقلب فيه لحد ما يتغلف كله بالسمنة والزيت عشان يفضل لامع ومفلفل. أظبط الملح بتاعه وأشوح فيه حوالي 3 4 دقايق كده من غير لونه ما يتغير، لونه يفتح بس، لان من اهم عوامل نجاح الرز هي التشويحة دي، بتحميه من انه يعجن وبيفضل مفلفل، كمان ان السوائل تكون مغلية. وانا هنا استخدمت 3 كوبايات من الرز، هحط لهم 4 كوبايات الا ربع من السوائل، يعني لكل كوباية رز 1.25 كوباية من السائل. هحط 2.5 كوباية مية، والتركة الحلوة قوي هنا 1 كوباية لبن عليها 2 معلقة قشطة لو متوفرة، لو مش متوفرة يبقى اللبن بس، وربع كوباية من الشوربة.
ممكن نكتر شوربة بدل المية بس هتغمق الرز معانا. وانا هنا عايزة احافظ على لونه ابيض، اغطي على الرز واسيبه يتشرب السوائل، وبعد ما يتشرب اهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي حوالي ربع ساعة وهيكون جاهز. الرز ده طعمه حلو قوي بجد، وهنحب نعمله بعد كده جنب كل حاجة من جميله. في الوقت ده هعمل اللحمة بصوص التوم. في طاسة على النار هحط معلقتين كبار سمنة يسخنوا، وانزل باللحمة تاخد لون وتحميرة من تحت، وبعدين اقلبها على الوش التاني. بعد ما تاخد تحميرة اشيلها من الطاسة واحط حوالي 8 فصوص توم مفرومين، اشوحهم ولونهم يصفر، انزل عليهم بطماطمية متقشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة، اقلبها مع التوم، وبعدين احط لهم التوابل: نص معلقة صغيرة فلفل اسود وجنزبيل، بابريكا، كمون، ملح، ربع معلقة صغيرة سكر، كزبرة ناشفة، وشطة. اشوح التوابل دي معاهم وريحتهم تطلع، احط عليهم كوباية شوربة، اقلبهم مع بعض واسيبهم يغلوا، وبعد ما يغلوا انزل باللحمة المتحمرة عليهم تاني، اقلبها معاهم، وبعدين اغطي عليها واسيبها من 8 ل 10 دقايق كده. اللحمة هتشرب من طعم الصوص ده، هيبقى طعمها تحفة. الصوص مع البخار كمان هيطروا اللحمة وهتبقى دايبة خالص، وفي نفس الوقت بتبقى واخدة لون التحمير، بتبقى طرية جدا، بتتقطع بسهولة قوي، انما طعمها رهيب. كده خلصت كل المكونات، خلاص هبدأ بقى في تجميع الفتة. انا بحب اعملها طبقات، يعني يا اما اعملها في قالب او صينية وبعدين اقلبها، او لو في اي حاجة مفتوحة زي كده احطها في طبق التقديم، واحط طبقة من الرز الاول واسويها واضغط عليها كويس، وبعدين طبقة من العيش المحمص عليها قطع لحمة متقطعة صغير، واحط كمان مغرفتين صغيرين من الشوربة، ما نكترش عشان العيش يفضل مقرمش، وبعدين احط عليها صلصة، وحطيت كمان من صوص اللحمة بالثوم، وبعدين قفلت عليها بطبقة اخيرة من الرز. اسويها كويس وبراحتنا بقى، ممكن نحط صلصة من فوق، لحمة زي ما نحب. انا بحب اكتب عليها من فوق كده بالصلصة، الاطفال كمان بيحبوا كده قوي، ولو كتبنا اساميهم عليها بتفرحهم قوي وهيحبوا ياكلوها. يعني ممكن نعمل لكل واحد كده طبق ونكتب عليه اسمه، يعني نضحك عليهم كده عشان ياكلوا، فهتعجبهم قوي. اللحمة بقى ممكن نحطها من فوق او حواليها زي كده زي ما نحب، المهم انها هتتاكل. هتتاكل دي فتة اصلا مش عادية. لو مش هنعمل اللحمة بصوص التوم كده، نعمل لها طشة بالتوم والخل. وكده الوصفة خلاص خلصت. بألف هنا يا رب، واشوفكوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله.